السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير. تداخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالرقيبة ليلة البارحة إثر حادث مرور مميت في حدود الساعة 11:30 على مستوى الطريق الولائي الغير مصنف الرابط بين منطقة الفيض طريق الفيض دائرة الرقيبة. تمثل في اصطدام مباشر وعنيف بين سيارتين، أولى نوعية من نوع ليكس والثانية سياحية نوع أكسنت، حيث خلف الحادث 3 ضحايا وهم حسام مزداود صاحب محل الخضر والفواكه من ولاية خنشلة، وسعداوي وليد ومخلوف يوسف من ولاية بسكرة. ربي يرحمهم يا رب العالمين، ويسكنهم فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون. دائما نقول لكم سوقوا بحذر لسلامتكم وسلامة الجميع، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وربي صبر داويهم يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.